بقول تاني فيما يخص موضوع سد النهضة، نحن نتحرك في معركة تفاوض. التفاوض ده احنا قلنا بمنتهى الوضوح ان هو عملية ملء وتشغيل السد. طب بنعمل كده ليه؟ عشان انا مش عايز اخش في تفاصيل ليكم كتير، عشان يعني مش عايز اخش في تفاصيل كثيرة، لكن الهدف منه ان احنا بنتكلم على فترات صعبة، ممكن المية تبقى فيها فترات جفاف، ده تأثيرها علينا ايه. فالتفاوض اللي بيتم دلوقتي هو تفاوض على ملء وتشغيل السد، نصل الى اتفاق فيه، ودينا بنبذل جهدنا وهنستمر في ده. وعشان كده انا بقول لي التفاوض، وعشان كده انا بقول الكلام ده ليه، عشان كتير من طب لو ما حصلش تفاوض ما نجحناش في التفاوض. لا، هننجح ان شاء الله، هننجح بايه؟ بعملكم وجهدكم واصراركم واصرارنا على ان احنا نصل الى اتفاق على الاقل يحقق لنا المصالح اللي احنا كنا بناخدها قبل كده، واللي ده زي ما قلت كده على مر الاف السنين. فانا بس حبيت الكلمة دي يعني اقولها لكم، عشان لقيت في مواقع التواصل فيه اهتمام شديد، وده طبيعي زي ما قلت، لقيت في الاعلام فيه اهتمام شديد وده طبيعي، بس ابتديت الاقي لقيت الناس ابتدت تتكلم على موضوعات ارجو ان هي مش حول ما تطرحش، اللي عايز رأي يقوله، بس ده مش المسار لمصلحة الدولة او لمصالح الدول، ان احنا اول ما نتخانق نتكلم بقى كلام. انا عمري ما قلت كلمة صعبة في اصعب الظروف، وهقول لكم على حاجة اختم بها الكلام. يعني افتكروا 30/6/13، وافتكروا 14 و15 و16، وشوفوا مصر كانت عاملة ازاي. ها، بفضل الله وبوعيكم عدينا ده كله، وبنطلع لقدام وبنطلع لقدام، وكل يوم يعني بنزداد قدرة وقوة، وكتير من التحديات اللي كانت موجودة ربنا سبحانه وتعالى عنا عليها. وزي ما ربنا عنا قبل كده لعدالة موقفنا وشرف نبلنا، مش بقى الحكاية اللي احنا بنتعامل بيها بقيم راقية، لازم بفضل الله سبحانه وتعالى يكتب لها النجاح. قيم الشرف والإخلاص والأمانة، محدش يتشكك في ده. افتكروا زي ما بقول كده 2013 كنا الدنيا في مصر في حالة، وجوه القاهرة والمحافظات والدنيا كلها، وبعدين لو كنا احنا ظالمين معتدين ما كانش ربنا وفقنا. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى والقيم اللي احنا ماشيين بيها دي، لازم يكون النجاح والتوفيق هو الجائزة اللي ربنا سبحانه وتعالى حدها لنا، بس بالعمل والعمل والمثابرة والجد، وكلنا